الشعر اللي قدامكم ده شعر تقيل جدا، هو معلش هيخرج عن نمط اللغه العربيه، هو شعره باللغه العاميه، بس على ما اظن ان هو ممكن يوصل لكم بعد اذن الدكتوره سرايا ان شاء الله، وكبرنا طبعا الدكتور مسعد. مساء الخير عليكم جميعا، كل تقدير وتحيه للدكتوره استاذه الدكتوره سرايا، وكل تقدير للدكتور مسعد، ولكم تقديركم جميعا منصه صغيره من قمع. أنا بقول قصيدة بعنوان بقايا إنسان. بقايا إنسان. بقايا إنسان. هي قصيدة عامية. لملم بقايا الجدة من ساحة الميدان. لملم بقايا الجدة من ساحة الميدان. لفلف سيجار الأثرياء. واهدم جدار الأبرياء. واكشف غطاء الكبرياء، حرر قيود الأسرى لو فيهم كمان، شيع جنازة القلب اللي مات، وابدأ برغم الابتسامة، واطرح سؤال، واكتب على النعش اليتيم إنسان وتاه بلا عنوان، وإن كان محال ترتيبه نابع من القدر، فالنقاش لا يحتمل أسلوب جديد. مذبوح يا خل، مذبوح يا خل، يا خل دباحة، والدم سايل على التراب نار، أنا أرضي بور وفي جسدي 2000 واحة، كل لما أروح تسكنها يسكن كيانها دمار. إيه اللي صار؟ مين اللي غير المسار؟ مين اللي شال الشال من فوق كتاب شيال سكن عجافه في غار؟ كم كانت الأحمال تواسيه بصبر جمال وبكاء خلف الدار. هل ضاقت الأبواب أم كثرت الأسباب، أم عجز شال شيال سقط على أرض من كثرة الأحمال، والعين لا تدري أن الزمان محتال. مين اللي شال الشال؟ مين اللي شال الشال؟ غدر الزمن صبني في ضلوعي ولا اكتفى، شرخ الألم في خطوط كفوفي، خط الحياة فجأة اختفى، والقهوة فنجانها اتقلب، ضربوا الودع على عين صبي، قوارير عيونه بتتسلب، شعر الشباب من غيرته شاب، عيل في سن المبتدى ظهره اتقتل، صبوا العذاب في شوال العتاب، على سيف وجع مزع حصونه، حفر الغراب قبر في تراب، والتربة شهدة بانه مستنسخ بلونه. نطق الصبي، انا بين سراب، جوايا روح متشحتفة، على ظهر صدري بتتصلب، تاه الصبي وفضلت انا برضه الخيول فوق ماشي يقول. مين الاول؟ شاهدين يا خل دباحة، ما بقاش لي قلب يتداوى بجراحة، ولا حتى روح تساندني وقت الضرب، كل اللي دب في ارضي خد مني قلب مساحة، وبقيت عزول وغريب وقت ما قامت حرب، تركوني وحدي اقاوم، جعلوني احبي وساوم، بين ان اموت او اعيش، شديت لجام حيلي وكاني روح درويش، كفنت قلبي بايدي ودفنت وسط الخيش، وفردت جسمي كدرع يحميني من الخراطيش، وحاربت انا بروحي قدام كتيب الجيش. نصفوني اعضائي، خذلوني انصاري، مضوني على موتي وكاني ببصم فيش، لكني كنت عنيد رغم اني كنت وحيد، صممت اني اعيش،
وكأني بتحداني، وانصت لصوت جواني، فمشيت مشيت ولا مجروح ونزيفي بيعاني. ازاي قبلت الموت والموت بينساني؟ ازاي قبلت الموت والموت بينساني؟ مشيت مشيت وانا مجروح والجرح كان مفتوح والصرخه سمعاني، بصرخ بصرخ بصوت مغلوب جوايا شيء جبروت رافض يكون مسلوب، ضاغط على صدري وكاني قالب طوب، كاتم على انفاس وبيسكن الاحساس، بالع لسان صعبان ناطق بصوت انسان، فجاه تلاقيه مقلوب على هيئه الحيوان. غدار غدار بهمس ونيس، غدار بهمس ونيس، خناس حفيد ابليس، كر الدباره في حاره لاجل اني ابقى جليس، دخان عاش في سجاره وفي صدري شوك صباره، خنق السجاد جوايا ربط الوداد في مرايا، عبى الغبار في الكيس لاجل انه يبقى دوايا. مشتاق يا رب الكون، مشتاق يا رب الكون، اتلم على روحي واطرد عمل مجنون ساكن على سطوحي، وافتش خبايا الكون من غير ما اكون مغلوب، ده انا كنت يوم فرقان ولساني كان بوحي بيصادف العرفان ويحرر المطلوب، اتريني يوم ورا يوم بغرق ودوب في الدوب، والهم كان منصوب لكمين على جروح. فصبحت انا المسجون وصبحت انا المعيوب، وبقيت انا المرهون رغم ان انا السجان مسحور وعافر عمر، لكنه كان مغصوب عربيد وباد روحه، اجرب بحقه زمان مسطول وتاه من الخمر، اخر معاد تبته لكنه كان خسران، عشمان يا رب الكون ما بقاش على صخته، عشمان يا رب الكون ما بقاش بقايا الانسان.